كان ممكن ارجعك المصحة من تاني، كان ممكن اقتلك انت وصلاح، ده لو كنت فعلا انسان بيقتل بسهوله وبقلب ميت زي ما بتقولي. جابر باشا. اهلا يا دكتور. الحمد لله خير. في اخبار جديده؟ انا اتصلت بحضرتك كذا مره بس حضرتك ما ردتش عليا. طمني. انا تواصلت مع اداره المستشفى وتاكدت ان تغريد خرجت من المستشفى من 6 أشهر بتقرير لجنه طبيه من وزاره الصحه، بس للاسف مش موجود في ملفها غير العنوان القديم. مش عايز عنوانها دلوقتي. شكر جدا. على فكره انا لسه عند وعدي، ولا نسيت اللي قلتولك؟ لا فاكر طبعا يا باشا. حضرتك عايز تغريده عشان تعوضها عن كل حاجه حصلت لها. طب خلاص خلاص يا دكتور، انا هبقى اكلمك بعدين. تعوضني؟ لا مستحيل، دي اكيد لعبه من العابك. شفتيني كلمت اي حد من ساعه ما كنا مع بعض الصبح؟ انا مش قادره افهمك. ولا انا مش قادر افهم نفسي. تغريد كل اللي اقدر اقوله لك ان الوحش اللي كنت تعرفيه زمان اعتقد انه انتهى خلاص. اللي قاعد قدامي دلوقتي ده واحد تاني خالص. لا انا مش غبيه ومش مجنونه ومش هقع الوقعه دي ابدا. انت نفس الوحش اللي عرفته زمان وهتفضل زي ما انت، شيطان بتلبس 100 وش وقادر يخدع الدنيا كلها الا انا. انت مش فاهم حاجه يا تغريد.